من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا انا اليوم كنت مشغول في بلدية زيون درت في المركز الصحي ديال صبرا هنا في خالتين في واحد السلسله من الخوافي الطبيه سواء اللي فيها اطباء اختصاصيين ولا القوافي اللي كنديروها للختان. القافله اللي كنت مشغول فيها خاصه بعمليه الختان حيث سيتم الختان ديال 50 طفل وتسلم لهم تختم ان شاء الله وتسلم لهم الادويه والهدايا. وهذا مع مشاركه مع الجمعيات والمجتمع المدني هنايا اللي انخرطنا معنا في جميع القوافل اللي كنديروا. رئيس جمعيه سكرا فور للتنميه والثقافه والرياضه والبيئه طبيعة الحال في اطار الانشطه الاجتماعيه والخيريه اللي كتقوم بها الجمعيه. اليوم الجمعيه نظمت واحد الحفل تاع الختان اللي هو جماعي بشراكه بطبيعه الحال مع المندوبيه الاقليميه لوزاره الصحه بالناظور. هذا الحفل هذا اللي هو اعضار جماعي مجاني لفائده اطفال اسر معوزه في المجالين الحضاري والقرار بطبيعه الحال جامعه عزيوب وكذلك جامعه ولاد السدود. هذا النشاط هذا الحمد لله عرف اقبال كبير طرف السكينه كان واحد التجاوب طرف بطبيعه الحال السكينه. عدد المستفيدين يفوق 50 مستفيد 50 طفل. طبيعة الحال الجمعية ارتأت إلى إدخال الفرحة والسرور على محيا هؤلاء الأطفال وعلى عائلاتهم. هذا المنبر هذا كان نقدم واحد الشكر كبير للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالناظور على المجهودات المبذولة طبيعة الحال في الإقليم وبخصوص طبيعة الحال مدينة زايو وبخصوص في حي سكرا فور بحيث أن هذه هي التظاهرة الثانية اللي كتنظم طرف المندوبية في ظرف 4 أشهر أو 5 أشهر طبيعة الحال بعد القافلة الطبية متعددة التخصصات بنفس المدينة ونفس الحي وبنفس المركز الصحي صبرا. وكذلك نبغيو نشكروا واحد الشكر خاص السيد المندوب الاقليمي لوزارة الصحة. طبيعة الحال ما كيبقاش عليه دائما الابواب تاع المكتب تاعو مفتوحة في وجه جمعية سكرا فور بالضبط جمعية سكرا فور للتنمية والثقافة والرياضة والبيئة. طبيعة الحال وفي وجه جميع جمعيات المجتمع المدني. ما ننساش كذلك أن أقدم واحد كلمة شكر لجامعة زايو على تقديم كل جهود والتسهيلات لإنجاح هذه التظاهرة. بطبيعة الحال جماعة ولاد السدود كذلك لتقديمها كل التسهيلات. وما ننساش أن أشكر كذلك وسائل الإعلام كل أجمل وسائل الإعلام التي حضرت هنا لتغطية هذا الحدث. كنشكر كذلك السلطات المحلية على قيام بواجبها ولإنجاح هذه التظاهرة ومرورها في ظروف أمنية وسلمية. كنشكر رجال القوات المساعدة كذلك رجال الأمن الوطني. وكنشكر الضيوف طبيعة الحال اللي زارونا وشرفونا بالحضور تاعهم. وكنشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. وفي الأخير كنعاود الشكر لوسائل الإعلام الموجودة هنا لتغطية هذا الحدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي استفدوا غير ديال الجمعية ولا نواحي زايو؟ لا، بالنسبة للمستفيدين كانوا جماعة زايو كذلك جماعة ولاد السدود. بطبيعة الحال التظاهرة شملت الجماعتين جماعة زايو وجماعة ولاد السدود مجالين حضاري وقرار جوج. Thank you.
الحزب، وهذا المركز اللي نحتس به لأن ديما كان ديما كنفكروا باش نعزوا الأطقم التمريضية والأطباء. الحمد لله دابا عندكم ستة ديال الممرضات، وكنبشركم إن شاء الله ابتداء من العام الجاي كنت طبيب، وهنايا كان كذلك طبيب ديال الأطفال اللي كيدوز. وهاد البادرة البوادر اللي كديروا والتناسق وهاد الشراكة مع المجتمع المدني هي شراكة مهمة ومهمة جدا في الاستراتيجية ديال وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة بوحدها مش قادرة تدير حتى شي حاجة بدون المجتمع المدني، بدون جماعات، بدون هذه. وكنهنيكم على هاد البادرة، وإن شاء الله تكرر البوادر.